طرح الفنان محمود العسيلي برومو كليب جديد اسمه يا ناس، والاغنيه دي من البوم محمود العسيلي الجديد اللي اسمه اوعى تخاف، واللي نزله اونلاين على الانترنت. وغنى محمود العسيلي أغنية يا ناس لأول مرة من خلال مسلسل لهفة، واللي كان ضيف شرف في حلقة من حلقاته واللي قامت ببطولته دنيا سمير غانم. وتلقى محمود العسيلي ردود أفعال كويسة على أغنية يا ناس من الجمهور، وعشان كده قرر أنه يصورها بطريقة الفيديو كليب في سلوفينيا تحت إدارة المخرج علاء خالد. واستعان محمود العسيلي بموديل شبه الفنانة ياسمين عبد العزيز جدا، لدرجة ان جمهوره على السوشيال ميديا سماها بشبيهة ياسمين عبد العزيز. والحقيقة ان ياسمين عبد العزيز ما علقتش على الموضوع ده، لانها مشغولة بالتحضير لمسلسلها الجديد واللي هتبتدي تصويره قريب جدا لعرضه في شهر رمضان اللي جاي. ومن ايام تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد مع المؤلف ايمن سلامة عشان يبدأ في كتابة المسلسل، وكمان تعاقده مع المخرج سامح عبد العزيز علشان يخرج المسلسل. وهيبدأ فريق العمل جلسات العمل الفعالية الشهر اللي جاي، وحاليا بيتم ترشيح باقي فريق العمل اللي هيشارك ياسمين عبد العزيز في بطولة المسلسل. والتاني مرة بتتعاون ياسمين عبد العزيز مع المخرج سامح عبد العزيز، وبيعرض ليهم حاليا فيلم أبو شنب، واللي وصلت إيراداته ل 11 مليون جنيه. اللي هيقوم بالمهمة دي عصمت. لا احنا كده هنعمل قضية تحرش. انا مش همشي من هنا الا ما كلهم يبقوا معايا.